أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته بوصلة السياسات، وهي إصدار غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم. هذا وقد جاء العدد الجديد بعنوان مراكز البيانات فائقة النطاق. وأوضح المركز أن هدف هذا العدد من إصدار بوصلة السياسات هو تسليط الضوء على السياسات المتبناة من جانب الدول في مجال جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق، مع استعراض أنواع مراكز البيانات بجانب دوافع جذب الاستثمارات بهذا المجال، فضلا عن جاهزية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات.